نهار ابيض زملائي الاعزاء انا واحمد، وعيد سعيد على كل الزملكاويه في كل مكان. مصر بتشهد دلوقتي حدث رياضي مهم جدا، وهو كاس الامم الافريقيه لكره اليد، واكيد المنتخب المصري مقدم مباريات ولا اروع، فوز على منتخب الكاميرون ثم فوز على منتخب المغرب وصعد دور الثمانيه، هيتقابل مع منتخب الجزائر، اكيد هتكون مباراه مهمه جدا. هنتكلم باستفاضه اكتر عن هذه البطوله مع طبعا الكابتن عبد الرحمن البوي اللي مشرفني دلوقتي، مدير اكاديميه الزمالك لكره اليد والنجم الكبير في كره اليد. كابتن عبد الرحمن كل سنه وحضرتك طيب، ونهارك ابيض بخطين حمر. نهارك ابيض بخطين حمر يا محمد، و نيرفانا وانتم طيبين، نيرفانا واحمد كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعني ان شاء الله يخلي نهارنا دايما ابيض. كابتن عبد الرحمن اكيد بتتابع مباريات كره اليد، منتخب مصر مقدم مباريات قويه جدا، شايف اداء المنتخب في المباراتين السابقتين ازاي مع الكاميرون ومع المغرب؟ هو من الملاحظ ان الناس برضو لازم تاخد بالها ان المدرب جاي اولا من بطولة البحر الابيض وبازل مجهود فيها، خاصة في النهائي مع اسبانيا، فبقى المباراتين اللي فاتوا عامل التدوير لعيبة بشكل مميز جدا بصراحة. يعني في بداية التشكيلات بص تلاقي مثلا اكرم يسري مع احمد الاحمر، الدرع في النص او سيف يعني يا يحيى يا سيف، وبعدين في علي زين، وبعدين سيسا اللي هو حسين، ومحمد عادل على السنتر فيرويد، وبعدين 10 دقايق يبتدي الخطوط خط خط كده يبتدي يغير فيه. امبارح الناس لاحظت، انا واحد منهم، ان هو نزل غير التشكيل في خلال كل شوط من 3 لـ4 مرات. في 2 3 بيفضلوا، لكن حسن قداح ينزل، يحيى زين هوب على طول يجي الدرع. النتيجة ده الناس مش فاهمة ان المباراة في الاول كانت ماشية جول بجول لغاية التعادل 11-11، بعد كده 15-11، 15-12 خلص الشوط. السيناريوهات دي بتفرق يا كابتن في يعني المدرب بيبقى حاطط سيناريوهات معينه للمباراه دي بتفرق معاه، وعمليه الروتيشن دي بتخلي كل اللعيبه جاهزه اكيد. طبعا، اوريدي ما احنا قلنا يا جماعه قبل كده ان اللعيب اللي قاعد بره عارف كويس قوي 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 امتى هينزل، لان المدرب مديله فكره. اللعيب اللي في الملعب عارف انه يبذل اقصى مجهود لمده كذا، وعارف انه هيطلعه امتى. في فرق يا جماعة، ان مثلا الوينج اذا دخل مش موفق في كورة الناس تستغرب ده داخل لوحده، لا دي كورة ولازم هيحصل كده من 4 5 كور لما ضيع كورة. وكمان يا كابتن توقيت المباريات، يعني ممكن كل يومين مباراة او كل، يعني دي برضو بتساعد اللي حضرتك قلته ده، اللي بتريح بعض اللعيبة اكتر. بص البطولة دي بالذات بصراحة يعني اهو يوم ويوم، لغاية دلوقتي يوم ويوم، احنا في نظام كاس عالم بتلعب 3 ايام ورا بعض، فلازم وفي الغالب المنتخبات من زمان كان بيطلب من اللعيبه في الدوري ان يلعب 3 ايام ورا بعض. مباراه الجزائر بقى كابتن شايفها ازاي غدا؟ مباراه هتكون مهمه جدا، الجزائر مستواها متواضع الى حد ما، يعني خساره من غينيا يعني مفاجاه كبيره جدا. شايف انا مستغرب، انا بصراحه مش حاب اكذب، انا ما شفتش الجزائر، يعني انا كنت بتابع منتخب مصر لكن ما شفتش الجزائر. اللي انا مستغرب له ان الجزائر بتخسر من غينيا، هل غينيا عملت خطوه ولا في حاجه؟ حتى ما قدمتش في البحر المتوسط عندها في البطوله، ما قدمتش برضو المردود القوي. هل بقى ده تغيير جيل؟ هل بس اللي انا عارفه ان فرق الجزائر دايما هم عصبيين اكتر من اللازم، يعني ايه عندهم حميه. اللي انا مستغرب له ان الترتيب اساسا في افريقيا مصر تونس جزائر مغرب بيخشوا ورا بعض، ازاي غينيا ظهرت امتى؟
فالله اعلم انا ما شفتش عشان ممكن غينيا حسابات تانية مثلا عشان يبعد عن بطل معين او لا. ممكن لان دلوقتي كان في من فتره لو خدتوا بالكم كان المفروض الطريق كان هيبقى ايه الناس حاسباه ان مصر هتقابل تونس في الدور اللي بعد كده بس الاول هيكسب الفرقه دي. هل هو هربان من دي ولا عاوز؟ لان اوريدي خلي بالكم الخمسه الاوائل هيروحوا كاس عالم فده بيدي للناس راحه. انا عندي كل فرق افريقيا الشرق والغرب غير الشمال، الشمال مسيطر، مصر تونس الجزائر مسيطر، ودخل المغرب بقى في الفترات الاخيره كان بيخش الاول ساحل العاج اللي هو انتسب القوه اكتر عن المهارات اللي صح كاميرون ساحل العاج اذا كان في فرصه يعني غير الثلاثه. يعني انت عارف ان في كاس العالم كان بيخش اول المجموعه اللي اول البطوله وبعدين ابتدى الاول والثاني والثالث وابتدى اول في الاولمبياد فرقه واحده عشان دول بيبقوا 12 فرقه فقط. كاس العالم بيبقى 24 فرقه وبعدين بقى يبقى 32 وهكذا. طب مباراه الجزائر يا كابتن شايف نفس السيناريو اللي ماشي بيه المدير الفني هو نفس السيناريو اللي هيلعب بيه ماتش الجزائر ولا هيغير من سيستم الاداء؟ بص انا متوقع ان هو هيمشي بنفس لان هو عينه مش على هو بيخطي وهو عارف ناس عارفه ان باروندو دماغه كويس خطواته في كل المباريات حتى في كاس عالم الاخير مصنف طلع. يعني احنا ما كناش بنخش الثمانيه بقالنا فتره دخلنا بقينا سبع عالم فواضح انه عامل حساباته وفي نفس الوقت هو خطوته الاساسيه اللي جايه ان شاء الله مع تونس. طبعا انا بشكرك وكنت بتمنى اقعد معاك اكتر بس الوقت معاك دايما بيجري وان شاء الله نشوفك دايما في انتصارات تانية مع كرة اليد ان شاء الله ودايما تمتعنا كده بارائك وتحليلك المميز. شكرا وانا مبسوط جدا ان انا اكون يعني اكون موجود معاكم وربنا يا رب يعني يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا كابتن عبد الرحمن. شكرا. كلام مميز اكيد من كابتن عبد الرحمن البوي مدير اكاديميه الزمالك كره اليد. اكيد منتخب مصر طبعا عايز يعني يفرح الجماهير ويسعد الجماهير ويحقق النجمه الذهبيه الثامنه بقى في بطوله افريقيا حصل هو على سبع بطولات ان شاء الله تكون البطوله الثامنه لمنتخب مصر. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. بالنسبه بقى لكره القدم النهارده في مباراه في تدريبات مهمه جدا مستر فيريرا عمل اتكلم مع اللعيبه على اهميه المرحله القادمه طبعا داخلين في مباراه مهمه جدا مع المحله يوم السبت القادم مباراه الجوله 25 مباراه لا تقبل قسم على اثنين ان شاء الله الزمالك يفوز فيها ويتصدر زي ما هو متصدر كده الدوري ان شاء الله تكون البطوله بيضه بخطين حمر. نرجع تاني للاستوديو نيرفانا واحمد اليكم الكلمه تفضل. نشكرك طبعا زميلنا العزيز محمد ساهر بنشكر كمان كابتن عبد الرحمن البوهي طبعا على الكلام المميز جدا جدا.